اهلا وسهلا بيكم في قناتي. معلش فوتت حته من الفيديو، بحسب ان انا بصور وما كنتش بصور. مسكت الكنافه، هقولها لكم من الاول. ده اقل من النص، ماشي. حطيت له كوبايه زبده، كترت فيها الزبده وعليها سمنه، ومسكت ايه، شربت الكنافه كلها من الزبده والسمنه، تمام. وبعد كده رحت حاطه معلقه سكر بودره، معلقه واحده بس، وقلبتها بالمنظر ده وركنتهم. حلو الكلام. ادي المقلايه او الطاسه اللي كنت عامله فيها الزبده. طيب مقدار القشطه، احنا هنعمل كنافه بالقشطه. لو هتعملي اقل من النص هنعمل كوبايتين لبن، عليهم معلقتين نشا، عليهم نص معلقه دقيق، تمام. وهقلبهم، بقلبهم بالطريقه دي وهحطهم على النار. بصوا ادي القشطه بعد ما ضربتها، تمام. هزود لها بس نقطه فانيليا، ريحه اللبن مش عجباني، بس كده. واقلبها الفانيليا دي براحتكم، بس انا عشان ريحه اللبن كده ما عجبتنيش. انتوا عارفين اللبن كل يوم بحال عند البياع. نبدأ بقى نحشي. هنجيب صينية، جبنا صينية صغيرة كده على قد الكنافة لان احنا عاملين اقل من النص. هنجيب زبدة، ماشي، ونبدأ ايه نعمل بيها الارضية بتاعت الصينية. حسها كتير شوية، نقلل شوية كمان، هنمسح بيها أرضية الكنافة. خليكم معايا كده. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يجعلنا كده من المقربين. اهو يا جماعة عملتها كلها، ماشي. هبدأ اخد بقى من الكنافة نص الكنافة، واللي بيحب الطبقة اللي تحت تبقى سميكة عن الطبقة اللي فوق تعمل اللي تحت اعلى، تزود الكنافة تحت. نبدأ كده ندوس عليها بالطريقة دي. بحاول اساوي بين كل الطبقات، يعني الحته اللي تبقى عاليه عندي، ماشي، بحاول احط لها حته كنافه تانيه واظبطها. انا هعمل لها ايه، زي جدار رفيع كده عشان القشطه دي ما تطلعش لبره. بصوا برفع الصينيه كده من الجناب عشان يبقى لها جدار. ممكن اخد كده ازود من الجناب اهو. حاجات صغيرة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عايزة الجدار يبقى عالي سنة عشان القشطة ما تطلعش بره وتتحرق. خلصت كده، ابدا احط القشطه. سبتها تهدى شويه من ساعه ما اشتغلنا. جيلي تحت يا اختي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشتغل في تيفال، فمش مش هحك لتحت عشان ما بهدلش الحله. اهي بصوا، المفروض كنت اغطيها عشان ما تعملش القشرة اللي هي دي، قشرة بتاعت القشرة على القشطة يعني. بصوا بفردها كده،
هفردها بالمنظر ده عليها. ايوه نحط بقى الطبقة التانية. نرص كل الكنافة اللي معانا الأول وبعدين نسويها. بصوا بالمنظر ده. اسويها طبعا بصوا، وبحاول ايه في نفس الوقت ايه ابطط عليها كده بالراحة عشان القشطة ما تطلعش ولا من الجناب ولا تطلع من فوق اهو. بصوا بحاول اداري كده القشطة، لو حتة قشطة باينة من عندي باخد حتة كنافة واهي كده اهو وبططها بالمنظر ده. وكده الكنافة خلصت، هنحطها في الفرن ونعمل الشربات. الكنافة يا جماعة بعد ما حطيتها في الفرن هنحط عليها الشربات. الشربات بتاعها كوبايتين سكر عليهم كوباية مية. بصوا دي بعد ما انا حطيت عليها الشربات، في حتة هنا اهي ما حطيتش فيها عليها شربات، طعمها تحفة. الله والله، يعني يا ريت نخفف الشربات خالص، واللي مش عايز يحط يعني يا ريت، والله طعمها من غير الشربات تحفة. بالهنا والشفا عليكم.